العمليات ويسدد كرة في شباك الحارس العسكري. الجماهير تعاتب المدرب محمد فخير. الجماهير تعاتب المدرب محمد فخير بعد ما سجل فريق الجيش الملكي الهدف الأول عن طريق القديوي. لاحظوا الإعادة، القديوي كان ذكي في الكرة الأخيرة والجلد الأول، فريق الجيش الملكي يخرج متقدم في النتيجة بهدف مقابل الشيء، وهكذا انتهت.